السياحه باقليم كردستان من بالطبع يعني تنافس الدول الاخرى، يعني احنا شفنا فيها التركي من جميع انحاء العالم يعني موجودين باقليم كردستان، يعني جمال طبيعه وجمال المكان اللي يعني باربيل، وخاصة يعني بهالمكان اللي احنا موجودين به يعني بالطبع تنافس الدول الباقية، لان اقليم كردستان فتشي روعة. يعني انا جاي من بغداد وصاحبي جاي من ديالى وصاحبي الاخ جاي من يعني جميع محافظات العراق. طبعا السياحة بكردستان يوم بعد يوم دا تزداد، يعني بفضل يعني الامان والاستقرار اكيد وجمال الطبيعة اللي عندنا بكردستان، و يعني هو بفضل هالاشياء بدها تتطور وبدها تكثر السياحه لاقليم كردستان، خاصه يعني هسه بالوطن العربي مو بس بالعراق، كانت بالبدايه بس بالعراق بس هسه صارت على يعني على مدى الوطن العربي. طبعا بالنسبه للسياحه باقليم كردستان بصراحه يعني الشيء اللطيف والحلو انه هي بدت خلال، انا لاحظت كمواطن انه خلال سنتين الاخيرات بدت فعلا يعني فعلا تتحسن وتتطور الاكثر. المستثمرين الموجودين بدأوا يفتهمون انه لازم يواكبون العالم، يعني احنا قبل فتره كنا نناقش هاي الامور كناس وكسمة. المستثمرين الموجودين هنا بكردستان فعلا بدأوا يفتهمون انه لازم يواكبون العالم ويطورون نفسهم ويسوون تحديث حسب اخر ما موجود ببرنامج السياحه، برامج السياحه العالميه، فبدأوا يطبقوها هنا. طبعا هذا الشيء كثير اثر على السياحه بكردستان، وفعلا بدأت الناس تجي، يعني انا دا اشوف حتى اجانب كثير دا يجون، واكيد طبعا من بغداد من الجنوب كثير دا يجون. يعني ابسط مثال الفتره اللي صارت من هسه المناسبه صارت على مود الثلوج، شو اسمه المكانات الثلج كلها قبطت، جبل كوره قبط، يعني احنا رحنا نحجز قالوا انه مقبط. بالنسبه للسياحه باقليم كردستان، السياحه باقليم كردستان هسه بدات تنافس الدول المجاوره والدول السياحيه مثل تركيا، اذربيجان، ماليزيا، لانه السياحه هسه بالاقليم صارت ممتازه وجيده جدا على المستويات بالنسبه للاماكن السياحيه وبالنسبه للخدمات وبالنسبه للتطور اللي تشاهده السواح بهاي المدينه اربيل والاقليم كعامه. وهذا ما يدل على القيادات اللي مسؤوله على الاقليم ومشكوره لاستقبال السواح والخدمات اللي توفر لهم من الفنادق والمناطق السياحيه والامان وكل شيء هذا اللي متوفر، والسائح شريط غير هذا الشيء انه امان ومناطق جميله يرتاح بالفنادق الجميله يعني بالمناطق السياحيه مثل الشقلاوه بيخال. نعم حقيقة يعني أربيل تحتوي على أماكن سياحية جميلة، ربما يعني المناطق الجبلية، الأماكن السياحية التي تحتوي على شلالات، الأماكن التي تحتوي على طبيعة خلابة، ولكن هذه الأماكن تحتاج إلى تطوير وإلى يعني تطوير فيما يتعلق بملحقات هذه المناطق السياحية، الفنادق، الخدمات، المطاعم، أمور كثيرة تحتاج إلى تطوير. حقيقة السياحة في كردستان جميلة، ولكن هناك ربما بعض العوائق تعيق السياحة في كردستان. أولا الأزمة الاقتصادية وأيضا الأزمة الأمنية، الأزمة الأمنية ألقت بظلالها على دخول السواح بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان، وطبعا هذا حق طبيعي لحكومة إقليم كردستان، تريد الأمن قبل السياحة وقبل الأمور التي تتعلق بالموارد الاقتصادية التي تأتي من خلفها السياحة. السياحة بشكل عام في أربيل سياحة جيدة، ولكن كما ذكرت تحتاج إلى تطورات، ربما الأزمة المالية أثرت على تطوير هذه المناطق السياحية. إن شاء الله مستقبلا نأمل أن تكون هناك تطوير لهذه المناطق السياحية.